حالة الخوف التي تسيطر على الشعب المصري لم يمر بها الشعب المصري في أي لحظة من لحظات حياته. الأمن يطلبني يعني في كل مرة أكتب فيه تغريدة تبدو وكأن فيها انتقاد بشكل أو آخر للنظام، يتم استدعائي على الفور ويتم تهديدي بالعودة للمعتقل. قصص وأحاديث داخل السجون عن ناس عذبت تعذيبا شديدا، أهينت إهانة شديدة، الناس أصيبوا بأمراض شديدة. لكن أظن أننا نعيش فترة أفظع بكثير مما عاشها الشعب المصري في أي مرحلة من المراحل. الخوف يسيطر على الجميع.